هناك قد صلى الرسول أو سار يبتغي الوصول أماكن سمت به كأنها فيض السيول. هذا مسجد الصديق، نسب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأنه خرج يصلي بصلاة العيد، وكان يصلي في المصلى الذي يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، العيد أو الاستسقاء. وأبو بكر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر صلى أيضا العيد بالناس هنا، فبني بعد ذلك هذا الموضع وسمي بمسجد أبي بكر، وهو من المواضع التي كان يصلي فيها الرسول العيد أو الاستسقاء. يعني هذا الموضع صلى فيه الرسول أولا ثم الصديق رضي الله عنه، فازداد بركة على بركة. هذا من جملة المواضع التي كان يصلي فيها الرسول صلاة العيد أو الاستسقاء، يخرج بالناس من المسجد الشريف إلى هذه الساحات، إلى هذه البقعة، فيصلي بهم العيد أو صلاة الاستسقاء في هذه المواضع. هذا الموضع سمي باسم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبني عليه هذا المسجد بعد ذلك ليعرف ويضبط المكان، وإلا فكل هذه الساحات مشى فيها الرسول وتجول فيها صلى الله عليه وسلم، وفي أكثر من موضع صلى الاستسقاء أو العيد، وصار يقال مسجد الغمامة، مسجد أبي بكر، مسجد عمر رضي الله عنهم ونفعنا بهم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه هذه المدينة المشرفة، المدينة المكرمة، المدينة المنورة، المدينة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.